طبعا تواجدي حاليا في عين أرزات في مدينة صلالة، هذا المكان الجميل اللي يشرح النفس بأمانه، الخضار والضباب والرذاذ. أتوقع نحن دورنا في وسائل التواصل الاجتماعي دور كبير، ويعني مسؤولية أن نحن نوصل هذه الجمالية اللي تمتلكها بلادنا العزيزة عمان إلى الآخرين، سواء في الوطن وخارج الوطن. لأن في بعض الأحيان تجد بعض الناس غير متابعة للإعلام الحديث كالتلفاز أو الجريدة، فيكون توجههم لوسائل التواصل الاجتماعي بجميع برامجه. فأتوقع نحن دورنا كبير، وإن شاء الله ما راح نقصر باللي نقدر عليه أن نوصل هذه التحفة من الخالق إلى جميع الناس في أنحاء الوطن. وطبعاً أوجه شكر الجزير لكل القائمين على هذا البرنامج، برنامج ليالي المهرجان، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف معاهم إن شاء الله اليوم. ووجودي في هذا المكان ووجودي كضيف، أتمنى أن من جميع الناس اللي يزوروا صلالة يحافظوا على صلالة الجميلة، احترام القانون واتباع الإرشادات الموجهة إليهم، والحفاظ على النظافة وجمالية المكان، هذا واجب وطني. وإن شاء الله إن شاء الله نشوف صلالة من تطور إلى تطور، ومن جمال إلى جمال أكثر، تعاوننا مع كل الجهات.